تعد الأكبر من حيث التمثيل الدبلوماسي لكافة الأحزاب الفيدرالية الخمس في البرلمان الكندي. وصل وفد كندي إلى فلسطين حيث كانت محافظة بيت لحم محطتهم الأولى. الوفد البرلماني المؤلف من 18 نائبا يمثل مجموعة الصداقة البرلمانية كندا فلسطين، كان في استقباله عدد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية، من بينهم محافظ بيت لحم ورئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس التشريعي. زيارة الأولى والفريدة من نوعها في إطار يعني الجهد المبذول من قبل طواقمنا في السفارة الفلسطينية في كندا وعلى رأسها سعادة السفير في تغيير الموقف اللي اتخذته كندا في الفترة السابقة، وأنا بتقديري هذه يعني تراكمات إيجابية باتجاه أن يكون موقف كندا داعم ومساند إلى القضية الفلسطينية. وتأتي الزيارة الفريدة بهدف إنشاء حاضنة جاذبة للتأثير من خلال البرلمان وتشكيل أداة ضغط على الحكومة الكندية لتأييد الحقوق المشروعة لشعبنا وخلق مناخ جديد للدفع بإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية في إطار الحشد ومساعى القيادة الوطنية للحصول على اعتراف بدولة فلسطين. من الرحلة كلها هذه هو أنه إحنا نعطي مجال للمشرع الكندي وأعضاء البرلمان أن يسمعوا الرواية الفلسطينية مباشرة من الفلسطينيين، وأن يشاهدوا على الأرض ما يحدث على الأرض من اعتداءات، من المستوطنات، الجدار، كل هذه القضايا. الهدف من هذا الموضوع أنه إحنا بدنا المشرع الكندي يشوف هذا الكلام حتى يقدر ينقل ما يشاهده إلى الساحة الكندية. المهم أنه بعد أسبوع من إقامتنا هنا واطلاعنا على الأوضاع عن قرب أصبح لدينا فهم أفضل لما يحصل، وهو ما يمكننا من رفع تقارير للبرلمان والحكومة وتقديم المشورة حول السياسة الخارجية لبلدنا. هذا ويعد وصول الوفد البرلماني الكندي إلى كنيسة المهد هو نتاج للدور الذي لعبته الدبلوماسية الفلسطينية والعربية في مصافحة دول العالم لنيل مزيد من الاعترافات بالدولة. الجولة الميدانية التي تمتد لأسبوع تحمل في أجندتها إطلاع المشرعين الكنديين على واقع القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، كما ستشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين وزيارات لعدد من المدن والبلدات. لتلفزيون فلسطين ليال عبيد.